احتفال ناري لكل جمهور الاهلي النهارده بعد الفوز على سموحه بنتيجه 3-0 على ارضيه استاد القاهره الدولي وصعود الاهلي لنهائي كاس مصر عشان يواجه بيراميدز مليون. مبروك لكل جمهور الاهلي وكل لاعبيه. يعني خليني اكلمكم على كواليس اللقاء. الجمهور الاهلي كان ليه استقبال خاص النهارده لكهربا اللي هتفوا له بشكل قوي جدا اول لما نزل يجري عمليات الاحماء مع لاعبي الاهلي، وبدا يكون فيه هتاف قوي جدا من كل جمهور الاهلي وتحيه كبيره جدا من كل جمهور الاهلي لكهربا قبل بدايه المباراه. وكان في بقى استقبال خاص من جمهور الاهلي النهارده لكل لاعبتهم الجدد، بداوا يهتفوا لكريستو وبداوا يهتفوا لكل اللاعيبه الجدد النهارده من لاعبي الاهلي اللي بداوا على طول يتوجهوا لهم ويوجهوا لهم التحيه قبل بدايه المباراه. لعيبه الاهلي طبعا بدا الشناوي يتوجه ويسلم على الهاني سليمان قبل بدايه اللقاء، وبدا يكون فيهم احضان ما بينهم احضان كده وود قبل بدايه اللقاء. يعني خليني اكلمكم طبعا على كواليس المباراه النهارده الناريه اللي جمهور الاهلي ما بيبطلش هتاف من اللحظات الاولى، بيهتف وبيدعم لعيبته بشكل كبير جدا، هتاف دايم من كل جمهور الاهلي لكل لعيبتهم النهارده على طول المباراه، ودعم بقى من لعيبه الاهلي المستبعدين اللي حريصين ان هم يكونوا موجودين النهارده في المدرجات، باين وجود السوليه وطاهر محمد طاهر واكتر من حد من لعيبه الاهلي ايمن اشرف وياسر ابراهيم والكل متواجد النهارده في المدرجات عشان يأزر الاهلي النهارده امام سموحه في نص نهائي كاس مصر. لكن خليني اقول لكم ان النهارده طبعا بدا بقى يكون السعاده قويه جدا على كل لعيبه الاهلي اللي احتفلت احتفال خاص كده بكهرباء اول لما جه الجون الاول للاهلي، وبداوا على طول يحتفلوا معاه رغم ان اللي جاب الجون كده ما كانش كهرباء، كان عبد القادر، لكن كل اللعيبه بدات تحتفل مع كهرباء لان هو اللي شاط الكره، والكل بقى الجمهور بدا يعني يحتفل بشكل كبير جدا. السعاده واضحه على الجميع، الاحتفال كان احتفالين بقى عند اعضاء مجلس اداره الاهلي اول لما جه الجون الثاني السريع للاهلي، وبدا بقى يظهر صدمه كده على يعني كابتن طارق العشري اللي بدا يقف كده وبدا يظهر الصدمه القويه جدا عليه، وبدا طبعا السعاده تظهر على كل دكه الاهلي اللي احتفلت بشكل كبير جدا. وبدا بقى محمد شريف النهارده يقوم عشان يكون في احتفال خاص ما بينه وما بين حمدي فتحي صاحب الهدف الثاني للاهلي، وبدا يناديه وبدا يعني سلم عليه كده ويهنيه بالهدف الثاني ليه. طبعا جمهور الاهلي النهارده ما بيبطلش بقى هتاف في المدرجات، بيدعم اللعيبه بشكل كبير جدا وبيهتف لهم بشكل قوي جدا. لكن اول بقى لما بدا الكابتن طارق العشري ياخد قرار كده تغيير الهاني سليمان، بدا جمهور الاهلي يسقف بشكل كبير جدا، لان من اللحظات الاولى وجمهور الاهلي معترض على يعني بطء هاني سليمان رغم ان كان لسه ما عداش دقيقتين، لكنهم كانوا بيصفروا ضده في اللحظات الاولى. وبدا بقى يعني الاحساس ده يوصل للكابتن طارق العشري اللي بدا يغير هاني سليمان، كان باين عليه الهدوء خالص وهو طالع وقعد وما كانش فيه اي رد فعل عنده، لا كان باين اللي هو متضايق ولا كان باين اللي هو حزين من عمليه تغييره. لكن طبعا النهارده الجمهور بقى ما بطلش هتاف وما وقفش هتاف على طول اللقاء، بيدعم اللعيبه بشكل قوي جدا، بيبدا بقى يكون في تفاعل كده على دكه الاهلي النهارده اللي على طول بالتفاعل من الوقت للتاني مع كل كوره لعيبه الاهلي، باين عليهم التفاعل الكبير جدا من على الدكه النهارده. لكن خليني اقول لكم بقى الاول لما جه الجون الثالث بقى اللي احرزه كهربا النهارده احتفال كبير جدا في المدرجات عند لعيبه الاهلي المستبعدين اللي بدا على طول بقى السوليه يسقف بشكل كبير جدا، وبدا ياسر ابراهيم وبدا ايمن اشرف يقوموا ويضحكوا كده، وبداوا على طول يسقفوا الكهربا بشكل قوي جدا اثناء تواجدهم في المدرجات. وبدا بقى كهربا يتوجه عشان يعني يحتفل مع جمهور الاهلي، وبدا يعني يشاور لهم كده على الشعار وبدا يظهر عليه السعاده الكبيره جدا. طبعا الكل سعيد والكل بيحتفل بشكل قوي جدا، جمهور الاهلي بدا يحتفل بشكل كبير جدا في المدرجات، وبدات السعاده والارتياح يظهر عليهم بشكل قوي جدا. لكن اول لما انتهى الشوط الاول بدا يكون في تسقيف قوي جدا من كل جمهور الاهلي لكل لاعبتهم. الشوط الثاني بقى هو شوط الارتياح على الاهلي وشوط الشده على الكابتن طارق العشري اللي بدا يلجا اللي هو يقعد على دكه، وبدا على طول يخلي احد مساعديه هو اللي يقوم يوجه لعيبته كده في الشوط الثاني. مستر كولر واقف وماسك القلم والورقه على طول بيدون كل حاجه. لكن خليني اقول لكم ان حمدي فتحي بقى هو اللي ظهر عليه حسن كبير النهارده اول لما تم تغييره الاصابه، وبدا على طول يعني طبيب الاهلي يقعد جنبه عشان يتكلم معاه، وبدا على طول يعني اكتر برده حد من لعيبه الاهلي يروحوا له. لكن علي لطفي هو اللي راح وقف معاه كده وبدا يدعمه اثناء جلوسه على الدكه. حمدي فتحي قاعد وباين اللي هو زعلان من اصابته النهارده. لكن خليني اقول لكم بقى اللي على طول بدا طبعا لحظه تغيير كهربا بقى تسقيف وهتاف كبير جدا من كل جمهور الاهلي النهارده لمحمود كهربا لحظه ما بدا يشارك في او بدا يخرج من مباراه سموحه، وبدا يتم تغييره وبدا يعني كل الجمهور يهتف له بشكل كبير جدا ويحييه بشكل قوي جدا. وبدا كهربا بقى يتوجه كده لجمهور الاهلي ويحييهم وبدا يشاور لهم وبدا يظهر عليه يعني السعاده من رد فعل جمهور الاهلي معاه، وبدا الكل يهتف له وبدا هو يرد الهتاف دوت بتحيه لكل جمهور الاهلي. لكن خليني اقول لكم اللقطه المحترمه النهارده كانت هي لقطه يعني رد الجميل كده من كهربا لحسين الشحات، اللي اول لما تم تغيير حسين الشحات بدا بقى كهربا يبوس راس حسين الشحات وبدا ياخده بالاحضان كده وبدا يشكره. كان واضح الدعم اللي بيعمله حسين الشحات النهارده لكهربا في ارضيه الملعب عشان يظهر بشكل قوي ويظهر بشكل مميز في اول مشاركه ليه، وده بقى اللي رده يعني كهربا على حسين الشحات اول لما تم تغييره، بدا على طول يحضره وبدا يشكره بعد تغييره. جمهور الاهلي طبعا النهارده في المدرجات بيهتف وبيحتفل بشكل كبير
كبير جدا، وعلى طول هتافات دايما ودعم دايم من كل الجمهور لكل لعبتهم اللي ما وقفوش هتاف النهارده في المدرجات. طبعا اللحظات الاخيره من المباراه كانت الى حد ما لحظات في اعتراض على الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي قام واعترض اكتر من مره كده على قرارات حكم اللقاء النهارده، وبدا على طول الحكم الرابع يطالب الكابتن سيد اللي هو يرجع كده ويقعد مكانه ويطالبه بالهدوء. لكن خليني اقول لكم بقى الاول لما احتسبت ركله جزاء كده لسموحه في اللحظات الاخيره بدا على طول بقى يظهر القلق على معلم مستر كولر، كان واضح اللي هو عايز النتيجه تخرج 3-0 مش 3-1، لكن على طول بقى بدا لحد ما يظهر عليه القلق وبدا يمسك قلم ورقه كده وبدا يكتب على طول اثناء وقوفه على الخط الملعب كده، وبدا على طول الكابتن طارق العشري يقف زي ما هو كده على الدكه. ما كانش فيه اي رد فعل بعد احراز هدف سموحه الا عند جمهور الاهلي اللي بدا على طول يسقف لحسام حسن بعد ما بدا يعتذر لهم كده بعد الهدف، بدا كل جمهور الاهلي يسقف له في المدرجات. لكن خليني اقول لكم بقى الاول لما انتهى اللقاء على طول في لقطه محترمه جدا بدا الكابتن طارق العشري يتوجه ويصافح دكه الاهلي ويصافح مستر كولر وكل دكه الاهلي بعد نهايه المباراه، وبدا بقى في لقطه محترمه من مستر كولر بدا يروح ويتوجه كده لاحد لاعبي الاهلي اللي لم يحلفهم الحظ في المشاركه النهارده، وبدا يتوجه له كده ويسلم عليه ويدعمه بعد نهايه المباراه. لكن خليني اقول لكم بقى لحسام حسن هو كمان بدا يتوجه ويصافح كل لاعبه الاهلي وكل يعني دكه الاهلي كده واداري الاهلي بعد نهايه المباراه، وبدا على طول يصافحهم كده ويوجه لهم التحيه ويعني المباركه، وبدا يكون بقى في صفاح خاص وسلامات خاصه كده ما بينه وما بين مستر كولر اللي على طول بدا يسلم عليه وبدا يتوجه له وبدا يدخل معاه في وسط حديث كده بعد نهايه المباراه. الجمهور طبعا ما نساش مستر كولر وقت الاحتفال وبدا على طول بقى يهتفوا له بشكل كبير جدا ويحيوه بشكل قوي جدا، وبدا يكون في هتاف واحتفال خاص ما بين مستر كولر وما بين جمهور الاهلي اللي بدا يتوجه لهم وبدا يعني يحمسهم عشان يزيدوا من الهتاف. الراجل واضح اللي هو بيعجبه يعني اسلوب وهتاف الجماهير، بدا فعلا يتوجه لهم وبدا يعني يحييهم كده ويوجه لهم التحيه اثناء الهتاف ليهم بعد نهايه الهتاف وبعد نهايه الاحتفال بمستر كولر وهتافهم القوي ليه. بدا بقى يكون في هتاف خاص من جمهور الاهلي لمحمود كهربا اللي بدا اثناء دخوله لغرف الملابس يتراجع كده ويتوجه تاني من الجمهور، وبدا على طول يحتفلوا بشكل قوي جدا وبدا يرد عليهم التحيه وبدا يعني يقول لهم يعني ان انتوا جزمتكم على راسي، وبدا يشاور كده على الحذاء الخاص بيه، وبدا على طول الجمهور يحييه ويسقف له بشكل قوي جدا. يعني النهارده بنقول لكل جمهور الاهلي وكل لعيبه الاهلي وكل مسؤول الاهلي مليون مبروك على الانتصار الغالي اللي بيحققوه على سموحه بنتيجه 3-1 على ارضيه استاد القاهره وصعودهم لنهائي كاس مصر عشان يواجهوا بيراميدز ان شاء الله يعني. وهارد لك لكل لعيبه سموحه وكل مسؤولي سموحه.